ما هو أكثر شيء تريده في هذه اللحظة؟ تعليم جيد، عمل جيد، مستقبل مهني، مال؟ كل فرد يضع لنفسه أهدافاً تهمه، بعضها قصير المدى وبعضها بعيد الأجل، إلا أن واحدة من هذه الاحتياجات ليست في أهمية نعمة واحدة تملكها في كل لحظة، التنفس. بدأ هذا الفيلم منذ 39 ثانية. إذا لم تتمكن من التنفس لمدة 39 ثانية فإنك كنت ستتخلى عن كل ما تملك فقط لتستطيع التنفس مرة أخرى، وفي خلال دقيقة أو ما شابه ذلك لكنت فقدت وعيك، ولتبع الموت الدماغي ذلك خلال دقيقتين أو ثلاث، ولانتهت حياتك كلية. لقد تنفست 16 مرة منذ بدء هذا الفيلم، ولسوف تتنفس ما يقرب من 200 مرة عند انتهائه، ولسوف تشاهد عظم نعمة التنفس وكيف أن كل نظام من الأنظمة التي تمكنك من التنفس تعد بحد ذاتها معجزة عظيمة، ولسوف تشهد أمثلة من بديع خلق الله في نفسك. معجزة التنفس. التنفس هذه العملية التي تبدو غاية في البساطة والتي قلما يفكر الناس فيها هي في الحقيقة الحلقة الأولى في معجزة الخلق، فكل خلية في أجسادنا تحتاج للأكسجين الذي تقوم بتوفيره عملية التنفس. فضربات قلبك وحركات عضلاتك وانقسام الخلية والتفكير، لا توجد واحدة من كل هذه الوظائف يمكنها العمل بدون الأكسجين. فنفس واحد كاف لأن يدخل الأكسجين الجسم، ونفس عميق هو بالطبع أكثر فعالية، فالأكسجين في هذا النفس قريباً ما سيصل إلى الرئتين، حيث سيمتطي مركبات صممت خصيصاً من أجله، وستحمل هذه المركبات الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، وسيمثل مصدر الحياة لكل خلية من 100 تريليون خلية الموجودة في الجسم. دعونا الآن ندنو من هذه الميكانيكية التي لا عيب فيها، والتي تبدأ عملها عند الولادة ولا تتوقف طالما بقي الإنسان حياً. الأنف. يجب أن نبدأ فحصنا للجهاز التنفسي من الأنف، بوابة النظام. عادة ما نفكر في قدرة الأنف على تمييز الروائح،
إلا أن لديه وظيفة أخرى هامة، حيث إن الأنف يجعل الهواء الذي نتنفسه مناسباً للرئتين، فله تصميم هوائي ديناميكي مذهل، فهو يعمل كأحسن وحدة تكييف هواء، مزود من الداخل بمرشحات خاصة، فالتكوين المعقوص للأنف يسمح للهواء بالحركة الدائرية داخله، حيث تتم تدفئة الهواء وترطيبه عن طريق المادة المخاطية الأنفية، وتعمل الشعيرات داخل الأنف كمرشح هوائي، وتمنع الشعيرات داخل فتحتي الأنف دخول ما يقرب من 20 بليوناً من الأجسام الغريبة مثل التراب والبكتيريا والغبار. أما بالنسبة لتلك الجزيئات الضارة والتي تخترق هذه الدفاعات، فإنها لا تستطيع اختراق خط الدفاع الثاني والمسمى بالمخاط. المخاط والأهداب. يغطى الجهاز التنفسي العلوي والقصبة الهوائية بمادة لزجة لزقة تسمى بالمخاط، وهي تعمل على إبقاء ممرات الهواء رطبة، وهي تمنع كذلك المواد الضارة من الوصول إلى الرئتين، وتساعد المخاط في عمله الأهداب. وكل واحد منها هو عبارة عن داسر متحرك يقوم بحمل المخاط مع الأجسام الغريبة التي علقت به إلى البلعوم، وهنا يتم ابتلاع الجميع كنتيجة لعملية الابتلاع اللا إرادي، ويتم بعد ذلك تدميرها كلها عن طريق المواد الحمضية بالمعدة. وكبديل يمكن طرد هذه الأجسام الغريبة عن طريق السعال، حيث تصل سرعة السعال العنيف إلى 960 كيلومتراً أو 600 ميل في الساعة، ويعد هذا أحد الأدلة على أنه قد اتخذت إجراءات جادة وهامة لحماية الجهاز التنفسي. وهناك نقطة أخرى جديرة بالاعتبار في هذا المجال، حيث تقوم الأهداب داخل القناة الأنفية بحمل المادة المخاطية لأعلى، والأهداب الموجودة بالجهاز التنفسي العلوي من جهة أخرى تتحرك في الاتجاه السفلي، وفي المنطقتين يتم حمل الأجسام الغريبة تجاه البلعوم، فبلايين الأهداب الموجودة في المنطقتين تعرف تماماً أين يقع البلعوم. ويكشف الفحص الدقيق هنا عن معجزة مذهلة، وهي أن الأهداب عبارة عن تكوينات دقيقة بلا أعين أو آذان أو عقول للتفكير. فكيف تعرف إذن هذه التكوينات العمياء الصماء مكان البلعوم؟ تتحرك بلايين الأهداب معاً وفي نفس الاتجاه، فمن علم تلكم الأهداب أن تتحرك كرجل واحد في نفس الاتجاه؟ فلنتفحص أحد هذه الأهداب، إنه كائن حي، منذ أن خلق وطوال حياته ليست له إلا وظيفة واحدة، وهو يؤدي هذه الوظيفة دونما ملل أو كلل، حيث يقوم بحمل طبقة المخاط إلى البلعوم. إنه الله القدير الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم،
إنه هو الذي كلف هذه الأهداب بهذا العمل. فهذه التكوينات المعجزة تؤدي الوظيفة التي كلفها الله بها، وتعمل ليل نهار لتحمي رئتيك من الأجسام الغريبة، وتبرز أوجه الإعجاز أكثر وأكثر إذا ما دققنا النظر في تكوين هذه الأهداب، حيث تشبه الأهداب تحت عدسات المجهر الشعيرات الدقيقة البسيطة، إلا أنها في الحقيقة معجزة في التصميم والهندسة، إن بها تعقيداً تعجز عن تفسيره تلك الدوائر التي تنافح عن نظرية النشوء مهما حاولت إلى ذلك سبيلاً. فلقد اجتمعت 9 سلاسل بروتينية مختلفة بطريقة ما لتكون شكلاً أسطوانياً، فسلسلتا البروتين في الوسط تشكلان مولد الحركة المركزية للنظام، وتشكل البروتينات دينين ونيكساين الموجودة ضمن سلاسل البروتينات تمثل المحركات الضرورية للحركة. وبفضل هذا النظام المعقد والذي لم يكشف العلماء بعد عن كل ما فيه، بفضله تتحرك الأهداب بسرعة 20 ضربة في الثانية. لا يمكن بأي حال أن تفسر نظرية النشوء هذا التصميم الدقيق للأهداب، لأن النظام يعمل فقط عندما تكون كل مكوناته حاضرة، فمن المستحيل أن تكون قد تطورت على مراحل، أو بعبارة أخرى أن تكون قد خضعت لنظرية النشوء والتطور. هناك نقطة أخرى يجب ألا نغفل عنها، وهي أن تلك الأهداب لا تخدم نفسها بأي حال، فعليها أن تعمل جنباً إلى جنب مع طبقة المخاط لحماية الحياة البشرية، وتمنع دخول الأجسام الغريبة. وعند فحص المادة المخاطية فإنها تكشف عن تصميم معجز كذلك، فالطبقة المخاطية رقيقة نوعاً ما، وعلى الشاشة يمكنك رؤية مسطرة بطول 30 سنتيمتراً. والآن دعنا نركز أبصارنا على 1 مليمتر من هذه المسطرة، بل فلنقسم هذا 1 مليمتر إلى 600 جزء، فواحد على 600 من المليمتر هو عدد قليل جداً بدرجة لا يمكن تخيلها. ذلك هو سمك طبقة المخاط الذي يحمي صحتك، 1 على 600 من المليمتر. فضلاً عن ذلك، فإن هذه الطبقة الرقيقة تحوي طبقتين ثانويتين منفصلتين، السفلى منهما زلقة نوعاً ما، مما يساعد الأهداب على حمل المواد المخاطية في اتجاه معين، والطبقة العليا وبمعنى آخر طبقة الأمام لزجة نوعاً ما، مما يمكنها من الإيقاع بالأجسام الضارة، ولا تقوم هاتان الطبقتان أبداً بالاختلاط أو تبديل الأمكنة. ولكي نستوعب الكمال والإتقان في تصميم هذا النظام، دعونا نتخيل للحظة واحدة أن هاتين الطبقتين قد تبادلتا أماكنهما، فإذا كانت الطبقة اللزجة في القاع فإن المادة المخاطية لم تكن لتستطيع الحراك ولا علقت حيث هي، أما إذا كانت الطبقة الزلقة في الأعلى فإنه كان يسهل وصول الأتربة والجراثيم إلى الرئتين دون أن توقع بها المادة المخاطية. وفي كلتا الحالتين فإن النظام لم يكن ليعمل، ولا أصيب البشر بأمراض تتسبب في النهاية في موتهم. ظل هذا النظام يعمل بكفاءة منذ خلق أول إنسان،
ويزعم داروين وأتباعه أن هذا النظام ظهر بطريق الصدفة المحضة ومر بمرحلة تلو الأخرى، إلا أن ذلك مستحيل، فكما رأينا إن أقل قدر من الشذوذية أو عدم الكفاءة في النظام سوف تجعله بلا فائدة. فهذا دليل صغير وهام يفند مزاعم أتباع داروين. فالأهداب التي تخدمك ليل نهار، والطبقة المخاطية بتصميمها الدقيق، والتصميم الهوائي ديناميكي داخل الأنف، كلها تثبت حقيقة واحدة هامة، ألا وهي أن الله خلقك. فبديع الصنعة والتصميم الظاهر في كل جزء من جسدك دليل وبرهان على قدرة الله القدير. يقول عز من قائل في محكم التنزيل: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. القصبة الهوائية. تعد القصبة الهوائية أطول مرحلة على طول الطريق إلى الرئتين، ويعد تكوين القصبة الهوائية مثالاً آخر على التصميم الدقيق في جسم الإنسان، حيث تدعم جدران القصبة الهوائية حلقات غضروفية على شكل حرف سي باللغة الإنجليزية، ويسمح هذا التكوين بحركة الهواء في اتجاهات مختلفة. فلو كانت القصبة الهوائية مصنوعة من اللحم فقط، فإن النعومة الناتجة عن ذلك كانت ستقود إلى انسداد مستمر، ولاستحالت علينا عملية التنفس عندئذ. ولو كانت مصنوعة من مادة صلبة كما العظم، لتقيدت حركتنا إلى حد بعيد. ولذلك فإن التكوين الغضروفي الذي يزين القصبة الهوائية يناسب جميع أنواع الحركة، ويبقى دائماً مفتوحاً بسبب مرونته. ويوجد تصميم دقيق خاص كذلك في مدخل القصبة الهوائية تماماً. هذا التصميم ينقذ حياتنا في كل مرة نتناول شيئاً كطعام. كيف يحدث ذلك؟ يتجاور المريء والقصبة الهوائية في الحلق، وربما يتوقع البعض أنه عند تناول الطعام تماماً كما أفعل الآن ينحشر الطعام في قصبة الهوائية ويقوم بخنقي، إلا أن شيئاً من ذلك كله لا يحدث. فبالرغم من أنني أستمر في تناول الطعام والتنفس، فإن الطعام لا ينحشر أبداً في قصبة الهوائية. فما الذي يحميني ويحميك أنت بالطبع عند تناولنا للطعام؟ يوجد مصراع غضروفي مرن صغير يدعى اللها في مدخل القصبة الهوائية، ويقوم هذا المصراع بغلق مدخل القصبة الهوائية أوتوماتيكياً أثناء البلع. فأثناء آلاف الوجبات التي تناولتها منذ طفولتك وإلى الآن، قد قمت بعملية الابتلاع عشرات الآلاف من المرات، وفي كل مرة يقوم هذا المصراع الصغير بإغلاق مدخل القصبة الهوائية في اللحظة المناسبة. فبالرغم من عدم إدراكك لوجوده وعدم قدرتك على التحكم به، فإن هذا المصراع الصغير
قد أنقذ حياتك بإغلاق مدخل القصبة الهوائية في اللحظة المناسبة تماماً. وكالعادة، فإن نظرية النشوء لا تجد سبيلاً تصل به إلى هذا النظام. إنه لمن المستحيل لمثل هذا النظام الهام، والذي بغيابه تتعرض حياة الإنسان للخطر، أن يكون نتيجة مصادفة أو تطور مرحلي. ففي ظل غياب هذا النظام، سيختنق الإنسان في نفس اللحظة التي يقضم فيها شيئاً لتناوله. وهذا مثال آخر يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن الله تعالى قد خلق كل تلكم الخواص الجسدية التي يتمتع بها البشر. الرئتان. تنتج أنسجة الجسم ثاني أكسيد الكربون كنتيجة للوظائف التي تقوم بها يومياً، ويقوم الدم بتخليص الأنسجة من ثاني أكسيد الكربون. والدم المحمل بثاني أكسيد الكربون يعد دماً ملوثاً. ومن أجل أن ينقى الدم، فإنه يحتاج لأن يلتقي بالهواء، بحيث يتم تبادل الأكسجين من الهواء وثاني أكسيد الكربون من الدم. توجد حوالي 5 لترات من الدم في جسم الإنسان، ومن أجل أن تعرض للهواء، تحتاج هذه اللترات 5 من الدم للانتشار في مساحة تصل إلى 100 متر مربع، ويوازي هذا مساحة ملعب التنس. وكل من يشاهد هذا الفيلم لديه مساحة حجمها كحجم ملعب التنس مضغوطة في رئتيه، وهذا من بديع صنع الله المعجز. الرئتان. تتكون الرئتان من شعيبات قصبية تنقسم إلى 100 من الأنابيب المختلفة، ويوجد في طرف كل واحد من تلك الشعيبات القصبية حجيرات هوائية أو أكياس الهواء بحجم رأس الدبوس. ويوجد في الرئة السليمة ما يقرب من 300 مليون من أكياس الهواء تلك، ويوازي مساحة سطحها الكلية مساحة ملعب التنس. ويقوم الهواء المار خلال الشعيبات القصبية بملء الحجيرات الهوائية، ويغطي الحجيرات الهوائية شبكة مكثفة من الأوعية الشعرية، وهي أصغر الأوعية الدموية، ويفصل بين الحجيرات الهوائية والأوعية الشعرية غشاء رقيق، ويسمح هذا الغشاء بتبادل الغازات بين الدم والهواء. ويتم هنا تبادل ثاني أكسيد الكربون في الدم الملوث بالأكسجين الموجود بالهواء، ويتم تنقية الدم الملوث في الحجيرات الهوائية. فالنظام الذي يسمح بتنقية دمك مع كل نفس تتنفسه مبني على كيس هواء لا يعدو حجمه رأس الدبوس. فحقيقة أن لديك في صدرك 300 مليون من هذه الأكياس، وأنها جميعها تقوم بوظيفتها طول الوقت، لهي دليل آخر على بديع قدرة الله في خلقه. والآن دعونا ندقق النظر في تلك الأكياس الهوائية والتي لا تعدو رأس الدبوس، لنشهد مرة أخرى عظيم خلق الله وقدرته، حيث تنتفخ الأكياس الهوائية مع كل نفس، ثم تعود لشكلها الأصلي بعد السماح للهواء بالخروج مرة أخرى.
ويكسو السطح الداخلي للأكياس الهوائية طبقة رقيقة من الماء، وتخلق جزيئات الماء توتراً سطحياً. ويعتمد التوتر السطحي في الأساس على القوى المتماسكة بين جزيئات الماء، ومن الطبيعي أن يسبب التوتر السطحي الذي كونه الماء المغطي للأكياس الهوائية تدهوراً بتلك الأكياس بعد انتهاء عملية الزفير. ومن أجل ذلك السبب فإنه كان علينا استهلاك طاقة هائلة وأن نعاني من عدم ارتياح شديد من أجل إعادة تمدد الحجيرات الهوائية والتي انهارت مع كل نفس، إلا أننا نستطيع التنفس بصورة مريحة تماماً. فما السر في ذلك؟ صادف العلماء الذين يقومون ببحث الإجابة عن هذا السؤال معجزة هامة جدا هنا، فلقد وضع داخل كل واحد من تلك 300 مليون كيس هوائي مادة حية مساعدة لكي تخدم الجسم البشري. تعرف هذه المادة باسم خلايا تايب 2. تقوم خلايا تايب 2 تلك بإنتاج مادة خاصة جدا تسمى السطاحة، وتقوم بنشرها في جميع الأسطح الداخلية للحجيرات الهوائية. والسطاحة عبارة عن جزيء مصمم خصيصا لتخفيض التوتر السطحي للماء، وبفضل هذا الجزيء تحفظ الحجيرات الهوائية من الانهيار للداخل. وعند هذه النقطة نحتاج لأن نعتبر وبدقة ما يلي: أن خلايا تايب 2 لا تملك عيوناً ولا آذاناً ولا عقلاً ولا قدرة على التفكير، وهي لا ترى بالعين المجردة. فكيف علمت هذه المادة بأن الحجيرات الهوائية ستنهار بسبب التوتر السطحي؟ يمكنك الآن رؤية الصيغة الكيميائية للسطاحة على الشاشة، فقد تم تصميم هذه الصيغة خصيصاً للتخلص من التوتر السطحي للماء. فمن ذا الذي علم خلية تايب 2 والتي تخلو كما هو مبين من العيون والآذان والعقل؟ من علمها الصيغة الكيميائية للسطاحة؟ وما الذي يحملها على تكريس حياتها لإنتاج هذه المادة؟ توجد هذه الخلية في الحجيرات الهوائية حيث الحاجة إلى السطاحة قائمة، ولا توجد في أي مكان آخر في جسم الإنسان. فمن ذا الذي وضعها ليس في الأذن ولا في القلب على سبيل المثال، وإنما وضعها فقط في المكان الذي يحتاجها، أي داخل الحجيرات الهوائية؟ ويزداد عدد تلك الأسئلة كلما واصلنا دراسة الحجيرات الهوائية، حيث إن خلايا تايب 2 ليست العمال الوحيدين المخلصين داخل تلك الحجيرات الهوائية، حيث توجد خلايا مساعدة أخرى داخل الحجيرات الهوائية، منها ملتهمة الميكروبات على سبيل المثال. إن أي جسم غريب يستطيع التسلل عبر الاحتياطات الأمنية في الجهاز التنفسي العلوي ويصل إلى الرئتين يشكل خطراً كبيراً، فتعمل ملتهمة الميكروبات على ابتلاع تلك الأجسام الغريبة والتي تدخل الحجيرات الهوائية، وبذلك تحفظ لنا صحتنا. فمن ذا الذي وكل ملتهمة الميكروبات بمهمة المراقبة للحجيرات الهوائية طيلة حياتها، وبذلك تقوم بحماية صحتك؟ توجد إجابة واحدة فقط لهذا السؤال ولأسئلة أخرى شبيهة: إنه الله خالق ملتهمة الميكروبات وخلايا تايب 2،
والحجيرات الهوائية التي تتواجد بها، والتصميم المتقن لتلك الحجيرات الهوائية، والشعيبات القصبية، والرئتان. فخلق الله لا يضاهى، ولا توجد به شائبة نقصان. يقول عز من قائل في كتابه الكريم: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الهيموغلوبين. رأينا كيف يتم التخلص من ثاني أكسيد الكربون في الدم، وكيف يزود الدم بالأكسجين في الحجيرات الهوائية داخل الرئتين، إلا أنه توجد مسافة كبيرة بين الحجيرات الهوائية وبين باقي أنسجة الجسم، علاوة على أن نقل الأكسجين يعد عملية تحتاج إلى حساسية هائلة، ويشبه ذلك حمل كوب الكريستال هذا الموجود بيدي تماماً مع تريليونات من الأكواب الأخرى الشبيهة به إلى الطرف الآخر من العالم دون تحطيم أي منها. فكيف يتم حمل الأكسجين كل هذه المسافة؟ تظهر الإجابة في معجزة أخرى من معجزات الخلق. فالأكسجين الذي يدخل الحجيرات الهوائية مع الهواء يلتقي مع خلايا مسؤولة عن نقله في نفس اللحظة التي يختلط فيها بالدم، وهي خلايا الدم الحمراء. يوجد بروتين شديد الخصوصية داخل كرات الدم الحمراء، وهو الهيموغلوبين، حيث تحتوي كل خلية من خلايا الدم الحمراء على ما يقرب من 250 مليونا من جزيئات الهيموغلوبين. وهذا البروتين المسمى بالهيموغلوبين يعد إعجازا في الخلق، تم تصميمه خصيصا للحصول على الأكسجين، وهو يحتوي على 4 ذرات حديد، وتجذب تلك الذرات الأكسجين كما يفعل حجر المغناطيس. وهكذا يبدأ الأكسجين رحلته الطويلة في الدم، وعند وصول الأكسجين إلى الأنسجة التي تكون في حاجة إليه تقل قدرة الهيموغلوبين على التمسك بالحديد، وذلك بفضل عدد من الأنظمة الثانوية ذات التصميم الخاص، ويتم بذلك إطلاق سراح الأكسجين من الهيموغلوبين وكرات الدم الحمراء، ويتم تسليمه إلى الخلايا التي هي في احتياج إليه، ويتم نقل ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه الخلايا مرة أخرى إلى الرئتين عن طريق الهيموغلوبين والأنظمة المعقدة، ويتم التخلص من ثاني أكسيد الكربون المحمول للرئتين هنا، ويستمر تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في كل لحظة طوال عمر الإنسان. فلنلقي الآن نظرة على هذا النظام عن كثب. جزيء الهيموغلوبين عبارة عن بروتين
مكون من 564 من الأحماض الأمينية، وفي منطقة الوسط توجد 4 ذرات من الحديد تحدد مسؤوليتها بنقل الأكسجين. فالهيموغلوبين بتكوينه الثلاثي الأبعاد وسلسلة الأحماض الأمينية قد تم تصميمها بصورة خاصة جداً لعملية نقل الأكسجين. فأي تغيير يطرأ على أي من هذه الأحماض الأمينية والتكوين ثلاثي الأبعاد للهيموغلوبين يعني أنه غير قادر على نقل الأكسجين والقيام بواجبه. وتخلو الأنظمة الثانوية التي تعمل مع الهيموغلوبين من العيوب والنقائص كذلك. فعلى سبيل المثال يشكل الهيموغلوبين والأكسجين رباطاً قوياً عند اجتماعهما في الرئة، إلا أن هذا الرباط يضعف عند المرور بالأنسجة التي تكون في حاجة للأكسجين، ويتم عندئذ إطلاق سراح الأكسجين من الهيموغلوبين. لقد تم تصميم النظام حتى أدق تفصيلة من تفصيلاته. لو لم يكن الرباط بين الأكسجين والهيموغلوبين في الرئة قوياً بالدرجة الكافية فإنه ما كان ليلتحم معه، وفي هذه الحالة لم يكن ليحمل إلى الأنسجة المحتاجة إليه، ولبدأت تلك الأنسجة في الأفول والموت. وكنتيجة لذلك كله، فإن أدق تغيير يطرأ على النظام الحالي للهيموغلوبين لا يعني سوى الموت. وفي الحقيقة فإن السيانيد، وهو أحد أقوى السموم المعروفة، يقتل بإلصاق نفسه إلى جزيئات الهيموغلوبين ويقوم بمنعه من أداء هذه الوظيفة. وتكشف كل هذه الحقائق مرة أخرى الأساس الواهي الذي بنيت عليه نظرية النشوء والتطور، حيث تزعم نظرية النشوء تلك أن الكائنات الحية قد اكتسبت خواصها بصورة تدريجية مرحلة بعد مرحلة، غير أن مثله مثل بقية الملايين الأخرى من أنظمة الجسم. فإن نظام نقل الأكسجين يمكن أن يعمل فقط إذا ما كان في صورته التامة والحالية، بحيث لو طرأ أي تغيير مهما كان صغيراً على الهيموغلوبين، والذي يشكل بدوره جزءاً واحداً من نظام نقل الأكسجين، يعني أن النظام برمته غير قادر على القيام بوظيفته. ومن أجل هذا السبب يستحيل عقلاً تصديق أن الهيموغلوبين ونظام نقل الأكسجين قد نشأ عن طريق التطور المرحلي. حتى جزيء الهيموغلوبين نفسه يعد دليلاً على بطلان نظرية النشوء، ودليلاً على تمام خلق الله وكماله. يقول عز من قائل في كتابه الحكيم: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. المخ. يقوم الناس في حياتهم اليومية بأعمال عديدة مختلفة، ولكن مهما فعلوا فعليهم أن يستمروا في التنفس، وهم لا يحتاجون أبداً لبذل أي جهد واع للاستمرار في التنفس،
وهم لا يحتاجون كذلك لاستخدام إرادتهم الحرة ليتنفسوا، فهم يتنفسون منذ اللحظة الأولى لميلادهم حتى في أثناء النوم. فالمخ هو مركز التحكم في عملية التنفس برمتها، حيث تقوم مجموعة من الأعصاب مع منطقة الغمد النخاعي في المخ بتوجيه الجهاز التنفسي، حيث تقوم الأعصاب بمنطقة الغمد النخاعي بإرسال أوامر إلى العضلات المحيطة بالقفص الصدري لتتقلص لمدة ثانيتين، وعند تقلص العضلات تمتلئ الرئتان بالهواء، ثم تنقطع الإشارات العصبية من الغمد النخاعي لمدة 3 ثوان فترتخي العضلات، ويتم طرد الهواء من الرئتين حيث تعود العضلات إلى وضعها السابق. فبتوجيه من الغمد النخاعي تستغرق عملية التنفس حوالي 5 ثوان، 2 للشهيق و3 للزفير، حيث يتنفس الشخص السليم وفي الظروف الطبيعية ما يقرب من 12 مرة في الدقيقة الواحدة، إلا أن هذا الرقم يرتفع تحت ظروف معينة. فكما ترى ازداد معدل تنفسي بصورة ملحوظة، إلا أنه ليس أنا الذي قرر التنفس بسرعة وفي هذه اللحظة بالذات، إن عضلات صدري هي التي تدفعني لذلك، وإنني أشعر بعدم ارتياح إذا ما حاولت التنفس ببطء. فحيث إنني قمت بالتدريب حالاً، فإن أنسجتي قد زادت حاجتها للأكسجين، وأجبرني المخ على التنفس بصورة أسرع. فبنفس الطريقة التي يكون فيها تنفسي في الحالات العادية خارجاً عن إرادتي، فهي نفس الحال التي أتنفس بها الآن وبسرعة. فالتحكم في التنفس هو أمر لا يخضع أبداً لإرادة الإنسان. عندما تعمل العضلات أكثر مما تكون عليه في الظروف العادية، فإنها تستهلك كمية أكثر من الأكسجين، حيث إنه كلما انخفض معدل الأكسجين في الدم ارتفع معدل ثاني أكسيد الكربون. فالخلايا العضلية تحت الضغط تقوم بإفراز حامض اللبنيك، ومستقبلات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وحامض اللبنيك في كل أجزاء الجسم المختلفة تدرك هذا التغير وتقوم بإرسال إنذارات إلى مركز التنفس في المخ. وعند وصول الإنذار إلى الغمد النخاعي تقوم الخلايا العصبية التنفسية بإرسال أوامر إلى عضلات الصدر للتأكد من أنها تعمل بصورة أسرع، علاوة على أنه تتخذ احتياطات أخرى في الجسم، فعلى سبيل المثال تزداد سرعة ضربات القلب وتنفتح مسام الجلد لتعادل الارتفاع في درجة حرارة الجسم وتحاول أن تعمل على تبريده. وعندما ينفك الضغط عن العضلات تعود كل الأنظمة إلى حالاتها الطبيعية تدريجياً. فالأنظمة التي لا تعرف الخلل والمتشابكة على هذا النحو تعمل وتقوم بوظائفها من غير سيطرة الإنسان أو إرادته أو حتى إدراكه لها. فواجب الإنسان إذن أن يشكر الله الذي خلقه فسواه فعدله،
وأن يقدر عظيم صنعه في خلقه. يقول عز من قائل في كتابه الكريم: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قمنا في هذا الفيلم بتتبع الإعجاز في الجهاز التنفسي، نظام تكييف الهواء الموجود بالأنف، ميكانيكية الحماية في الجهاز التنفسي، الأهداب التي تقوم بوظيفتها طوال حياتها، المادة المخاطية التي تعمل جنبا إلى جنب مع الأهداب، التصميم الدقيق للقصبة الهوائية، المصراع الذي يمنعك من الاختناق كلما أكلت، المنطقة التي تعادل ملعبا للتنس والموجودة في صدرك، الحجيرات الهوائية والتي لا يتعدى حجم الواحدة منها رأس الدبوس، الخلايا الخاصة الموجودة داخل هذه الحجيرات، خلايا الدم الحمراء والموكلة بنقل الأكسجين، البروتين المعجز الهيموغلوبين، التجاذب بين الأكسجين وبين الحديد والطريقة الحساسة التي تحكم هذا التجاذب، أنظمة نقل ثاني أكسيد الكربون، الجهاز العصبي الخاص والذي يتحكم في عملية التنفس من غير إرادة للإنسان ولا تحكم. ونظرنا كذلك إلى أنظمة أخرى تعاون الإنسان لكي يتنفس، وشاهدنا كيف أن كل هذه الأنظمة خلقت من غير عيب وبصورة فائقة. فالنفس الواحد الذي يتنفسه الإنسان معجزة عظيمة توجب الشكر لله على نعمته. لقد تنفست ما يقرب من 200 مرة منذ بدء هذا الفيلم، وستستمر في التنفس طويلا بعد انتهائه حتى ترجع روحك إلى بارئها بنفس الطريقة التي أعطاك إياها. وعندما يحين هذا اليوم، عندما تلفظ النفس الأخير، ستحاسب على كل ما قدمت يداك وعلى كل نعمة أعطيتها طوال عمرك. على الناس أن يتفكروا في هذه الحقيقة وأن يشكروا الخالق الله عز وجل الذي يسمح لنا بالتنفس والذي تغمرنا نعمه التي لا حصر لها، بينما لا يزال هناك وقت قبل أن نلفظ النفس الأخير، حيث يأمرنا الله عز وجل في كتابه الحكيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.